السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض الجزء الثاني من اخر امتحان من امتحانات الاكسل لشهادة الاي سي دي ال واي سي دي ال تيتش. معلش اذا كنت بتأخر عليكم في الفيديوهات، معلش اعذروني. قبل ما نبدأ بس اعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا باقي الفيديوهات ان شاء الله اللي هتنزل، ولو في اي مشكلة او اي سؤال واقف معاكم ابعتهولي في الكومنت او ابعتهولي على البيج، هتلاقيني ضفتها على القناة. في مشكلة او سؤال دايما بيجيلي، يعني ان مثلا حد لقى امتحان مثلا التالت للاكسل مش لاقي بقية الاكزامز الاولاني والتاني والرابع والخامس، فبيقولوا لي دايما احنا مش لاقيين باقي الفيديوهات او مش لاقيين باقي الامتحانات، نوصلها ازاي؟ عندكم اكتر من طريقة توصلوا بيها لكل الامتحانات. اول حاجة ان انتوا تدخلوا القناة وتخشوا الجزء بتاع الفيديوهات، هتلاقوا كل الفيديوهات اللي انا منزلاها، بس طبعا مش مترتبة. هتلاقوها مترتبة فين؟ في البلاي ليست. لو دخلتوا على البلاي ليست هتلاقوا كل الامتحانات تحت بعض مترتبة. طيب لو انتوا مش عارفين تدخلوا القناة ومش لاقيين الامتحانات، ايه اسهل طريقة؟ ان احنا نفتح جوجل او نفتح اليوتيوب ونكتب في السيرش ولاء زناتي واسم الامتحان، يعني ولاء زناتي اكسل مثلا، ولاء زناتي باوربوينت، ولاء زناتي اكسس. هنلاقي كل النماذج بتاعه الماده اللي احنا كتبنا اسمها ظهرت لي في السيرش، ونقدر نوصل للامتحان اللي احنا عاوزينه. ده السؤال اللي دايما بيتسالني، وان الناس مش عارفه توصل لباقي النماذج، فبسهوله جدا تقدروا توصلوا لكل الايه الامتحانات. طيب اوكي، نبدا مع بعض الحل دلوقتي. In the worksheet Global New Sites, format the cell range B3 to B12 to display numbers with a separator to indicate thousands. في الـ worksheet اللي اسمها Global New Sites، اضبط الـ range من B3 لـ B12 عشان تعرض الأرقام بفاصل عشان تظهر خانة الألوف. في الـ worksheet Global New Sites اللي احنا already واقفين عليها، هنعمل select الرينج من B3 ل B12. بعد كده عاوزين نعرض الأرقام بفاصل. منين؟ من tab home group numbers، هنضغط على الدايلوج بوكس launcher، نختار من الكاتيجوري number. أنا عندي أهول separator، use 1000 separator، الفاصل بتاع الأرقام. هعمل check وأوكي. بالطريقة دي ادي عمل لي كما عشان اعرف اقرا الرقم. كنت ممكن احلها منين برضو تاني؟ كنت ممكن اضغط على طول على الكما من غير ما اضغط على الديالوج بوكس لانشر. Apply a font color of your choice to the title top 10 online global new destination in the worksheet global news slide. عاوز يطبق لون من اختيارك للعنوان Top 10 Online Global News Destinations في الوركشيت اللي اسمها Global News Site. طب احنا already واقفين على Global News Site، هنضغط على السل اللي فيها التايتل اللي هو عايز يختار له Color، ومن Group Font Tab Home نختار Color، اي Color من اختيارنا. Using the appropriate tool, copy the format of the cell A4 to the cell range A5 to A12 in the worksheet Global News Site. استخدم الأداة الملائمة عشان تعمل نسخ للتنسيق من السيل A4 وتطبقه على الرينج من A5 لA12 في الشيت Global News Site. احنا already واقفين على Global News Site، هنعمل copy للفورمات منين او نمسخ التنسيق منين؟ الاول هنضغط على السل اللي احنا محتاجين منها التنسيق، فهنروح نعمل سيلكت الاي 4. فين التول اللي بتعمل كوبي للفورمات؟ هي الفرشه دي الموجوده في كليب بورد في تاب تول. هنضغط على الفرشه، بعد كده نروح نعمل سيلكت الرينج من اي 5 لاي 12. سيلكت ذا سيل رينج اي 3 تو سي 12 اند ابلاي ان اول بوردرز اوتلاين ستايل. اختار الرينج من A3 الى C12 وطبق all border اطار خارجي لكل الرينج.
طيب هنعمل سيلكت من A3 C12 بعد كده هنعمل بوردر منين؟ من تاب هوم جروب فون نختار تول بوردر نختار منها اول بوردر create a stacked slender column chart using the data in the cell range A3 to P12 position the chart so that the top left corner is in cell D1 انشئ chart نوعها stacked slender column chart باستخدام الداتا الموجودة في المنطقة من E3 ل B12 ثم ضع التشارت بحيث تكون في سيل D1 طيب عشان نعمل التشارت لازم الأول نعمل سيلكت للداتا من A3 ل B12 بعد كده insert ونختار التشارت اللي هو طالبها أنا عندي أكتر من نوع هو عايز سلندر كولومن تشارت هنضغط على كولوم ومن عند سلندر نقف على واحدة واحدة لحد ما يطلع لي نفس الاسم stacked cylinder تمام هتظهر لي الشارت بالطريقة دي هو مش عاوزها في المنطقة دي هو عايز يضعها في السيل D1 هنعمل select للشارت وكت من هوم ثم هنذهب الى D1 ونقف عندها ونعمل paste In the worksheet games sites format the cell range C3 to C12 to display percentage with 2 decimal places. في الworksheet اللي اسمها games sites اللي احنا مش واقفين عليها لازم نروح نقف عليها. اضبط الرينج من C3 ل C12 بحيث يعرض لي علامة البرسنتج او في المية بعلامتين عشريتين طيب من تاب هوم جروب نمبر هنضغط على الديالوج بوكس لانشر اتفتح لي ديالوج بوكس اختار منه نمبر اختار منه برسنتج والديسمال بليسز نسيبها باي ديفولت 2 واوكي Change the bar chart in the worksheet game site to a pie chart. غير البار تشارت دي بار تشارت دي تشارت نوعها بار تشارت. عادي يغيرها يخليها pie chart في الworksheet اللي اسمها game site. احنا already واقفين على game site. هنسلكت التشارت قبل ما نسلكت لو خدتوا بالكم هنا اخر تاب هنا تاب فيو اول ما هعمل سلكت التشارت هيظهر لي chart tools فيها 3 tabs design layout format هو عايز يغير بس شكل للتشارت عايز يغير شكل يعني الديزاين هنضغط على tab design وبعد كده هعمل change chart type نختار منها عند الكاتيجوري هنا نختار pie chart نختار pie chart و اوكي Add the chart title top 10 games sites at the top of the chart in the worksheet games site. في الworksheet games site عايز يعمل title عنوان للتشارت دي اسمه top 10 games sites. هنضغط على التشارت او نعمل لها select هي already معمول لها select عرفنا منين التولز بتاعتها ظاهرة. بعد كده من tab layout هلاقي في جروب ليبلز في شارت تايتل هو عايز top of the chart يبقى اكيد اختار above the chart عشان يبقى فوق الرسم البياني هيظهر لي كلمة chart title هقف عليها واعمل select double click واكتب top 10 games site
In the worksheet, press on radio, change the bars in the chart to be any color other than black, white, or automatic. في الworksheet اسمها press on radio. احنا واقفين على games site نذهب الى press on radio. هنلاقي هنا chart، عايز يغير البار chart من بلو لأي لون ما عدا البلاك والوايت والأوتوماتيك. هسلكت البار شارت، هقف على أي واحدة فيهم، هيعمل لهم سلكت كلهم أهو. بعد كده نروح فورمات، بعد كده نختار شيب فيل يعني اللون من الداخل، اختار أي لون ما عدا البلاك والوايت والأوتوماتيك. Insert the field current date in the center section of the header in the worksheet prints on radio. احنا already واقفين على الشيت اللي اسمها prints on radio، عايز يضيف خانة الديت الحالي او التاريخ الحالي في الهيدر في النص. طيب بن insert header منين؟ من tab insert، بختار header and footer، بيظهر لي الهيدر والفوتر. انا كده واقفه في الهيدر، لو كنت عاوز اروح الفوتر كنت ضغطت جو تو فوتر، لكن هو عاوز يضيف التاريخ الحالي في السكشن اللي في النص في الهيدر مش في الفوتر، فهقف في النص. وبعد كده انا هبقى فاتحه هنا تاب ديزاين، ادور على الكرنت ديت واضغط عليه، هيتضاف في الوسط او في السنتر. بعد كده من تاب فيو هقول نورمال عشان ارجع للشكل الطبيعي لشيت الاكسل. Turn on the row and column heading in the prints on radio worksheet. عايز يظهر الرو والكولومن هيدنج. لو خدنا بالنا هنا مش هنلاقي اي بي سي ولا 1 2 3 عشان نظهرها. بروح بيج لاي اوت، هلاقي الهيدنج هنا مش معمول تشيك، هعمل تشيك عشان يظهروا. او كنت ممكن اضغط على الدايلوج بوكس لانشر ومن تاب شيت هعمل تشيك على رو اند كولوم هيدنج. اوكي. Adjust the page setup of the worksheet prints on radio so that the print fit on one page. اضبط الصفحة قبل الطباعة يعني اللي اسمها الworksheet اللي اسمها prints on radio دي، بحيث كلها تتضغط في صفحة واحدة بس. يعني انا لو سبتها تتطبع هتتطبع في اكتر من بيج، هو عايز يعمل لها فات اون وان بيج، يضغطها في وان بيج. طيب عشان اضغطها طبعا في تاب بيج لي اوت هلاقي جروب اسمه سكيل تو فيت. احنا لو بصينا كده هنلاقي ان الصفحة هتتطبع بالعرض في صفحتين وفي الطول في صفحة واحدة. طيب احنا عايزين نضغطها بدل ما هي تطبع في اكتر من صفحة نضغطها نخليها في بيج واحدة بس، هضغط ارو واخليها وان بيج. او كنت ممكن اضغط على دايلوج بوكس لانشر وبرده في التو بدل ما هي تو بيج هخليها وان بيج واوكي. Enter a formula in cell C16 to display good in case the value in cell C13 is not negative or otherwise display bad. عايز يكتب معادلة في السيل C16، يعني عايز يكتب معادلة هنا تظهر لي كلمة good في حالة ان القيمة الموجودة هنا في C13 not negative يعني اكبر من زيرو. يعني لو القيمة اللي موجودة هنا اكبر من زيرو يظهر لي good، otherwise display bad.
بما ان هو في اكتر من كيس فبنستخدم داله اف. داله اف بتتكتب ازاي؟ بتبقى اف الكونديشن كوما اف ان الكونديشن اتحقق كوما لو الكونديشن ما اتحققش. طيب نشوف هنكتبها ازاي. هكتب الداله كده اف سي 13 اكبر من 0 يعني نوت نيجاتيف كوما في حالة تحقق الشرط، نكتب جود بين دبل كوت عشان تكست، كوما في حالة عدم تحقق الشرط باد. In sheet apartment building enter function in into cell D17 to change the value from cell D16 to look like 3692. في الشيت apartment building، في الشيت apartment building، نروح نقف على apartment building. اكتب function في D17 هنا برضو، نغير ال value بتاعة D16 اللي هي مكتوبة هنا 3691.5، عايز يقربها او يشيل 0.5. في دالة بتقرب الارقام اسمها دالة round، تتكتب ازاي؟ equal round، ونكتب السيل اللي احنا هنقربها كما عدد الديسمال اللي احنا هنقرب لها. طبعا احنا هنا عندنا الرقم متقرب لاقرب رقم 10 1، هو عايز يشيل الرقم ده ويخليه رقم صحيح، يبقى هكتب 0. كل ما عاوز ارقام عشرية بزود الرقم ده، هو هنا مش عاوز ارقام عشرية خالص عشان كده خليتها 0، يبقى ده الرقم اللي انا هقربه وده عدد الارقام العشرية، وطبعا الدالة اسمها round. وانتر. In sheet game the site into top 10 sites workbook change the value in cell C5 to B.05. في الشيت game sites workbook top 10 sites، احنا فاتحين workbook phase 1 budget، عايزين نتنقل لworkbook top 10 sites. بنتنقل لworkbook منين؟ من view switch window. top 10 sites في الشيت games sites، نتنقل لgame sites. change the value in cell C5 to P.05، نتنقل لC5 هنلاقي فيها 5%، عايز يشيل علامة percentage، بنشيلها منين؟ من هوم، جروب نمبرز، نختار هو مختار percentage هنخليها general. اوكي طيب، كان في طريقة تانية، كان في طريقة تانية كنا ممكن نضغط على الايكون دي في جروب نمبر. In sheet ده into estimate comparison workbook، برضو لازم نتنقل عشان احنا واقفين على top 10 sites. change the above part chart title، غير عنوان ال chart title الى ده. طيب هنتنقل لل workbook اللي اسمها estimate comparison، من view switch window estimate comparison، في الشيت دي نقف عندها، عايزين نغير العنوان بتاع التايتل عنوان التشارت الى ده. طب هو اصلا العنوان مش ظاهر، بنزل العنوان منين؟ بنعمل كليك على التشارت ومن لاي اوت تشارت تايتل ونظهره above التشارت، هو عايزه above chart. هو مكتوب فيه difference، هقف دبل كليك على كلمة difference واكتب العنوان الجديد. In sheet school supplies enter a formula in cell E28 using an arithmetic operator to calculate the sum of the cell range E25 to E27. في sheet school supplies احنا already واقفين عليها،
من معادلة في E28 بس باستخدام arithmetic operator مش بفورمولا to calculate the sum. عايز يجمع السيل رينج ده يجمع بارثماتيك اوبريتور، يعني هختار علامة البلس. يبقى نقف في E28 وعشان نجمع الرينج من E25 ل E27 يبقى هقول equal E25 plus E26 plus E27 عن طريق الاوبريتور مش عن طريق الفورمولا ولا الفانكشن. And she the school supplies enter a formula in cell I-25 using only one absolute reference to divide cell E-25 by E-28. في sheet school supplies already احنا قفين عليه. Enter formula اكتب معادلة في cell I-25. هقف عند I-25. وهستخدم only one absolute reference، يعني عايز absolute reference واحد بس عشان اقسم السيل دي على السيل دي. بكتب E25D وهثبت ال E28 عشان هو عايز only one absolute reference. ثم انتر. In sheet text box enter a formula in cell E21 to calculate the number of cells with values only in the cell range C3 to C90. في الشيت تكست بوكس نتنقل للشيت تكست بوكس. اكتب انتر a formula اكتب معادلة في cell E25. هقف عند E25. To calculate عشان تحسب the number of cells عدد السيلز او عدد الخلايا اللي فيها بس value. ما قالكش value number ولا text، قالك عايز عدد الخلايا، يعني عدلي الخلايا اللي فيها value في الرينج من C3 ل C19. طيب لو قالي value number only هقوله الدالة count. طب لو قالي value سكت سواء text او number هقول count A، يعني count all. لو كان قال لي عايز البلانك سيل او السيلز الفاضية كنت هقول count blank. هو قال لي هنا ايه number of cells with values وسكت، يعني text ونمبر، فهقول equal count A والrange من C3 ل C19 وانتر. Check for errors in sheet text books and correct any error found. ابحث عن كل الأخطاء الموجودة في sheet text books and صحح أي خطأ تجده. طيب هندور في sheet text books، ننزل بسكرول بار لحد ما هنلاقي أكتر من error. أدي 1 2 3. عشان نتشيك الايرور او نصحح الايرور ونشوف الاخطاء دي لازم نفتح الفورمولا او الفانكشن الموجوده في السيل. بضغط على السيل مرتين او بضغط F2. هلاقي الفانكشن مقسومه على زيرو، وطبعا هو ده الخطا، مفيش اي رقم نقسمه على زيرو يبقى رقم صحيح، مفيش حاجه بتتقسم على زيرو. همسح الزيرو اللي موجود واضغط انتر، هنلاقي كل الايرورز اتصلحت. لو ما لقيتهاش اتصلحت كنت وقفت على الايرور التاني وبرضو عملت F2 او دبل كليك، شفت ايه الخطأ الموجود وصححته. In sheet text books change the formula in cell E30 to have only absolute reference. في sheet text books غير المعادلة الموجودة في E30 ويكون فيها only absolute reference، كل السيلز الموجودة تكون absolute reference. هنروح ل E30 نضغط double click، هنلاقي E21 و E29 الاثنين relative reference، نحولهم نخليهم absolute reference. نقف على واحدة واحدة ونضغط F4.
Insert the field current date in the center section of the header in the worksheet prints on radio. ضيف الحقل للتاريخ الحالي في الجزء الاوسط من الهيدر في الشيت اللي اسمها prints on radio. احنا اوريدي واقفين على prints on radio، بنضيف هيدر من tab insert header and footer. بيقسم لي الشيت 3 section: right, center, left. هو عايز في السنتر، هقف في السنتر. وفي tab design للهيدر والفوتر هانسرت ال current date. بعد كده هضغط على view normal عشان ارجع لشكل الشيت العادي، واشيل الهيدر والفوتر. Turn on the row and column heading in the prints on radio worksheet. عاوز يظهر الرو والكولومن هيدنج في الشيت اللي اسمها prints on radio. طيب عشان اظهرهم من تاب لاي اوت، ومن عند الهيدنج هو عايز الرو اند كولومن هيدنج. من عند الهيدنج هعمل تشيك على print. طيب لو عايز اعملها بطريقة تانية هضغط على الدايلوج بوكس لانشر، وفي تاب شيت هعمل تشيك على رو اند كولوم هيدنج. اوكي. Adjust the page setup of the worksheet prints on radio so that the prints fit on one page. اظبط الشيت اللي اسمها prints on radio بحيث ان كلها تتطبع في one page. تتضغط فتطبع في one page. احنا لو بصينا يقول لي scale to fit، بالعرض هتطبع في ورقتين، لكن بالطول هتطبع في ورقة واحدة. لكن انا عاوزاها دي one ودي one، فهخلي two page دي one page. او من ال dialbox launcher برضو هخلي في tab page ال scaling هخلي fit to one page. اوكي. وبكده احنا نكون خلصنا حل كل الاكزامز للاكسل. 5 نماذج ذاكروهم كويس جدا، مش هيخرج منهم الامتحان. بالتوفيق يا رب للجميع. ما تنسونيش ابدا من دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.